هل تقفل المدارس أبوابها؟ الوضع الأمني يزداد تعقيداً وعلامات استفهام كثيرة تطرح حول مصير العام الدراسي. مدارس كثيرة طرحت خططاً لمواكبة أي تطور أمني، ووزارة التربية أعلنت عن تشكيل خلية أزمة لمواكبة التطورات. في هذا الإطار، ماذا يقول الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للنهار عن واقع المدارس في البلدات والقرى الحدودية؟ نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة اضطرت المدارس الكاثوليكية اللي موجودة على الشريك الحدودي بكل المنطقة المتاخمة للحدود اضطرت على الإقفال منذ بداية الأسبوع، وما زالت مقفلة، ونحن بانتظار ترقب ورصد الأحداث المقبلة تنشوف لوين متجهين. يوم الأحد القادم إن شاء الله بيكون في عنا اجتماع مع المؤسسات التربوية اللي موجودة بمنطقة الشريط الحدودي، تنفكر معا بمستقبل التربية ومستقبل مؤسساتنا والعام الدراسي. المهم بالأمر شغلتين، المهم نحافظ على وجود اللبنانيين بكل مناطق الشريط الحدودي، وأيضا نحافظ على مؤسساتنا التربوية بمنطقة الشريط الحدودي، لأنه أيضا المؤسسات التربوية تساهم بإبقاء وتثبيت المواطنين اللبنانيين بأرضهم. مشان هيك مؤسساتنا رح نحاول أنه تبقى مستمرة بأداء رسالتها إن شاء الله حضوريا إذا تمكننا، وإذا لم نتمكن سنفتش عن البديل بالتعليم الأونلاين أو بأي أمر آخر. أما بالنسبة للمناطق الأخرى، نحن مستمرين بأداء رسالتنا التربوية رغم الخطر والقلق، ولكن استمرارية العام الدراسي بتعطي راحة واطمئنان للشعب اللبناني، لذلك نحن مستمرين بكل المناطق بأداء رسالتنا التربوية حتى ما نزرع لا القلق ولا الخلل ولا الاضطراب بنفوس اللبنانيين. المهم أنه ربنا يحمي لبنان، يحمي شعبنا، يخلصنا من كل أذى ومن كل شر. علامات استفهام كثيرة تطرح حول مصير العام الدراسي، فبعد سنوات من المعاناة بفعل كورونا والأزمة الاقتصادية، هل تكون حرب غزة صعوبة جديدة تضاف إلى صعوبات القطاع التربوي في لبنان؟